بخير، تحياتنا وإن شاء الله كل الناس تكون بخير. طيب، الناس تدعم اللايف ده لايك وشير ونجمة وأي حاجة، أردم اللايف ده لأنه اللايف ده مهم جدا. قبل ما نخش في الموضوع، قبل ما الناس تشير، عشان نبدأ بسفاسف الأمور كده. فيا جماعة، أول حاجة خلينا نكون ناس واضحين. أنا طبعا جاي في موضوع بتاع الاغتصاب البنية الخاسرة، كويس. امسك ده يا ابن الحرام الجمارك، بقولك. طيب، عشان نديكم نزيد، اول حاجه انا سيرتك مين. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله كويسين. طبعا في ناس اتصلوا علي اكثر من اربع خمسه، يعني اتصالات، ف اخدت عليكم تاخ الكلام. مثلا في شباب طبعا 2003 اعمارهم مثلا 5 سنوات، 3 سنوات، 4 سنوات، يعني واحد تلقاه عمره 25 سنة، 25 سنة، الحرب عنده 20 سنة، يعني معناته عمره عمره 5 سنوات، فما حضر الحرب ذاته. لو حضروا كانوا موجودين في الظهر ولا شايلينه، ما فاهم أي حاجة. فالحرب ده فيه كر وفر، الحرب فيه الخسائر، فيه قطيع اليد، فيه قطيع كرة، فيه تفقد أسرتك. يعني الناس اللي قطعوا البحر الابيض المتوسط، الفاتوا امريكا والفاتوا وجوا معانا اوروبا في اي مكان، الناس ديل خلوا اهلهم ورا ورا ما كده. فهتسمع الخبر يقول لك ناس بيتكم ماتوا كله، يعني انت نفدت بجلدك مشيت. لكن اذا اي زول يا جماعه في اقليم دارفور بالتحديد، لانه حصل مشكله يا جماعه، انا ما وقفت ساكت من الميديا، انا وقفت عندي يومين حصلت مشكله عشان نكون معكم واضح. اي زول يا جماعه، اي زول حددوا لنا الرقعات الجغرافية، الجنينة، الفاشر، زالنجي، نيالة، كاس، طويلة، كتم، مليط، كل أي موقع اتفقوا كلكم كده في التعليقات، قول لي أنت ما تتكلم في منطقة فلان، بقفل الباب وطوالي. لأنه في ناس في الجنينة قالوا لي يا أخي أنت سبب المشكلة إنه أهلنا ماتوا. هو براء طبعا، عنده حق، يعني ما في زول عنده حق في الجنينة إلا هو. والخرطوم فر، والحارب والناس الحارب الجنينة وقفوا 57 يوم، حاربهم 6 7 دولة، 6 7 دولة، الدنيا جايين من 6 7 دولة، هتسيبها دي لسه، والجيش ما واقف معك. فأي رقعة جغرافية في الشمال، في الشرق، في الوسط، جبال النوبة، حددوا، اكتبوا هنا بس، برا من الجنجويد، الجنجويد ده ما عفن، ما عنده معنى حاجة. قول في منطقة فلان انت ما تتكلم، بقفل الباب طوالي. انت قال لك اللايف ده في رقعة جغرافية معينة، اللايف ده لا في شرق وغرب وجنوب، ولا دايما نتكلم بالتحديد في موضوع بتاع الاغتصاب بتاع البنية القاصرة. انا عندي لا هذا فيديو نظيف، لكن انا زول عندي دين وعندي شرف وعندي كرامة ما بنشره، يعني ابو رهف جابه لكن مطشش الصورة شوية كده، لكن انا عندي له واضح واضح. انا ممكن اجيب لك الزول اللي اغتصب ده من كردفان، عشان كده قلت لك الجنجويد من كردفان ومن ناي وبتاع. طيب ده جنجويد ابن حرام طوال، يلا حق مارك، هذا كمك زي ما قالوا حق مارك يا عفن. اي جنجويد شفتوا لي بس اردفوا لي بس كده، اكتبوا لي بتحت طوال نبلغكم ليه، تمام. فاول حاجه الزول اللي بيقول لا انفصال الجنينه، ما انفصال انت قالك كده ساكت كده، الجنوبي ماتوا منهم 2 مليون حتى انفصلوا، انت ما شفت حاجه يا زول، 300 400 الف ده دارفور كله. انت لو عندك يعني انت بتدفع الخالي والنفيس حبيبنا، الله يرضى عليك، شغل ده ما بياخد اخوك كده ساكت، تمام. اي رقعه جغرافيه يا جماعه اكتبوا لي بس، اي رقعه بره من الجنجويد، الجنجويد ده طبعا ما عندهم معنى حاجه، وانا جايكم في الليل والله، لو ما يعني الكرامه والشرف بيخليني انه انا ما انشر الكلام ده والله كان نشرته. اول في ناس طبعا مشاعرهم بتتحرك، ده برضه اشكاليه، يعني للناس القصر، يعني الناس اللي ما متزوجين، يعني الغريزة حقتهم لما يشوفوه بتقوم، ما بيشوفوا انه ما بيبكوا على الاغتصاب البنية القاصرة، ده نمبر 1 في الاغتصاب، انه تعرضه في التواصل الاجتماعي. نمبر 2 والمهم والاهم من كده، انه الشغلة دي كتمت خلاص يا جماعة، فوق وتحت، تمام. فده الموضوع كله اللي خلاني انا يعني قعدت يومين وقعدت مع نفسي، وانه انا فلازم اخد هدنة كده شوية وبعدك ارجع اجي اللايف وبعدك اتكلم. انا طبعا السودان ده ما حسي عندنا ناس دارفورين قاعدين في الخرطوم وقاعدين في القضايف، كان قلت له دارفور ذاته شرق ولا غرب ما بيعرف،
وزي الجنوبيين لما الجنوب انفصل في جنوبيين قاعدين مع فاتو ساكنين في الخرطوم وصار ولا ما صار. السودان ده ما واقف على دارفور بس. السودان ده لو انفصل دارفور وجبال النوبه والنيل الازرق وشرق السودان برضه بيكون في سودان قاعد. لو انقسم بقى 6-7 دوله برضه بيكون ده سودان جديد وده قديم وده المهم برضه بيكون في شغل قاعد. فاللايف ما واقف على رقعه جغرافيه معينه. ويا زول ما دير اهله يموتوا خليه طوالي امشي سلم السلاح وسلم نفسك للجنجويد وارك عليهم في الوطن. اي زول ما دير اهلك يموتوا سلم نفسك طوالي وسلم السلاح. والناس الناس القدم الناس القدم الناس من الجنينه وصلهم تشات لو ما كان عندهم سلاح ما كان وصلوا ما كان وصلوا. ما انت اشتريت بندقيه وعشان تحمي نفسك فانت لو اصلا البندقيه ده لو ما بيسقط منك دول بيموت ومنه منه من الجنجويد تقتل ما بتنطق يعني ما في حاجه. شوفوا اوكرانيا كم الفروا وكم ماتوا في هو هاري انا الخرطوم قدامك خلي الجنينه انت حسي طويله ضربوه وكتم ضربوه وجايين لزالنجي وبمشوا الفاشل وبمشوا نياله من اذا حرب من الفاشل فات بفوق فوق بعرف فوق ممكن مني تتوقعوا بكره بعد بكره تشت يمكن يخش تشاط. فاي دول قال العين اللي تدمع والقلب اللي يحزن كونك انت يموت لك من احدك ناس ها اقرباء فانت طوالي شنو في نفس اللحظه كده بتتوتر شويه. لكن انت حارب ده داير كيف يعني؟ لا وروني الحارب ده دايرينه كيف انتوا شباب صغار صغار عمرهم 25 سنه ده. انا بشيركم انتوا قاعدين هنا ده ما تفرقوا ولا تربصوا يوم من الايام يجيبوا لكم الخبر ناس بيتكم ما فضل ولا سيسيو ده حارب ما دايرين الحارب ده. سلموا سلاحكم وسلموا نفسكم للجنجبيل بس اثنين بس ما في ثلاثه حارب ده حارب يا اخي. التليفون ده قبار الخواجي الخواجي وجده وحبوبته وحبوبه حبوبته قبار يصنع التليفون ده. الحرب في دارفور ماشي الناس اللي ماتوا خط احمر بتاع حبوبتك امشي احميه وبلا خط احمر معك الكتابه ما ينفع امشي امشي هذاك الفاشل احميه قبل يوم ما ضربوه حسي قريب ده ما ضربوه ما في كتابه ساكت ما ينفع يا جماعه بل فيل فيل. انا جايك في الموضوع بتاع دارفور ده بعدين خلينا نخش في الموضوع بتاع الاغتصاب. طيب السلام عليكم مجددا ابناء الشمال بالتحديد لانه الاغتصاب الان للشماليات فقط. انا عندي الفيديو لو ما كرامتي وعزه نفسي وتربيتي واخلاقي والله كان عرضته لكم. انا عندي له الفيديو نظيف يا حدا لكن ما بعرضه. لكن انا بجيب لك الزول اللي اغتصب البنات ومنطقته ها منطقته اجيبه لك. لكن البنيه انا عندي له نظيف الصوره هنا لكن ما بعرضه لانه داخلك. اول حاجه انا لو عرضت الصوره دي اول حاجه اهنت المراه واهنت بكرامه المراه واهنت امي واهنت اخواتي واهنت مجد. فانا داير عرضت لك الزول ده بعدك الخص الموضوع وبعدك بفتح لكم دعاوي التسويه طوالي مباشر وبعدك نشوف الموضوع ده لبكره ولبعد بكره. وفي اشعارات رسلوها لي بتاع الناس اللي حولوا التحويل بتاع القروش وبرضه جايك اتكلم لك في موضوع بتاع الجيش والكلام كثير الليله. يا هدى الزول يا هدى الزول اسوان ما عندهم دين ما عندهم شرف ما عندهم كرامه ما مسلمين. انا ما كلمتكم قلت لكم اليهود اشرف من اولاد الغجر الاوباش. انا كلمتكم 60 مره انا جايكم الجيل الجاي الناس تعمل خير يا جماعه ادعم الله يرضى خليه يمشي تمام تمام. ف طيب 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 لا لا ده ما شغلتك ده ما شغلتك عشان بعدين لو حضرتك ما تقول لي انا حضرتني. طيب من الضيعين ايوه جنجويد جنجويد ده مين كردفان ليه الضيعين يا اخي. انا ما انا ما كنت واضح جدا ولا قاعد البس لكم الموضوع. يا اخي العرب الموجودين مين كردفان ليه الضيعين ليه بتاع دير هم اللي اغتصبوا ودير قتلوا ليه تشاد ليه دير يا شفت القبائل دي اللي اغتصبت ودي اللي هي شغاله. طيب كلهم لا ما كلهم عشان نكونوا ناس صادقين وناس شفافين. ما انا في الخارج وفي الداخل ما كلهم. انا قبيلتي مثلا فيها مجرمين القبيله باقي القبيله الناس النضاف ليه ما قدروا يتكلموا كلمه حق؟ ليه ما طلعتوا مليونيه؟ اتلملموا قاعدين باقي القبائل ده اي قبيله ان شاء الله 50% 50% اتلملموا استنكروا الباطل والعاطل ده استنكروا
لكن الواحد ما يقدر يستنكر حتى يعني باطل زي ده، ما يقدر يستنكر الحاجة الوسخة دي بنية عليك الله. فلنفترض انه حصل اختصار، وده بيأكد لكم يا ناس الشمالية انه ده الكلام اللي حصل في دارفور ونحن قاعدين نتكلم فيه. ده الكلام اللي حصل في دارفور حتى اختصب الخاسرات. تحياتنا لأخوتنا هاجر والأستاذة هاجر اللي كان طلعت في الفيديو